Messieurs, je souhaite que l'ensemble d'entre nous puisse s'exprimer afin qu'ensemble nous déterminions une législation qui permette de contrôler la passation des biens et l'héritage. سنقوم أيها الشيوخ بالإبداع في الرأي لأصلح النظم القضائية ولتحديد التشريع في التوريث وتحديد الملكية. أيها القائد العام، لسنا في حاجة لتحديد التشريع الذي يكفل ضبط المواريث، فالشريعة الإسلامية هي مصدرنا. Rassurez-vous, messieurs, nous ne voulons pas modifier la loi islamique. Bien au contraire, ce que nous désirons, c'est mieux la comprendre afin de l'intégrer à une législation qui permette et facilite le travail de nos administrations. أيها الشيوخ، إننا لا نريد أن نمس الشريعة الإسلامية، بل نريد أن نفهمها ونضعها في قوانين حتى تسهل علينا في الشؤون الإدارية للبلاد. Messieurs, avant de poursuivre cette réunion, je souhaitais vous honorer d'un présent. قبل أن نواصل الاجتماع، je souhaitais remettre un présent à chacun d'entre vous au nom de la France et de la République, cher El Sharkawi. نريد أن نشارككم بالوشاح الفرنسي. أنا لن ألبس هذا الطيلسان. Vous me déshonorez, monsieur. أنت كده تهينني. إنها علاماتكم ساري عسكر وليست علاماتنا. أيها المشايخ، لقد أصبحتم أحباء للقائد العام، وهو يقصد أن يشرفكم ويهنيكم بالوشاح الفرنسي. لكن قدرنا سينحط عند الله وعند المسلمين. عافنا يا ساري عسكر من هذا الطيلسان، فالوقت غير ملائم، القاهرة في حزن شديد. أمهلنا أسبوعين أيها القائد العام حتى نتروى فيما بيننا. Messieurs, j'accepte. Je vous demande de vous retirer. إنه يقبل ويقول لكم تفضلوا. Thank you.
في عون السيد كريم، كان الله في عونه. إنه راض بالبلاء بنفس راضية يا شيخ جوثقي. لا تحزن يا سيد كريم، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. اخرسوا يا رعاع، أي واحد فيكم هيفتح بقه هيكون ده مصيره. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. اقطعوا راسه واحملوه عشان يكون عبرة للجميع. خير يا مولى مليك، طلبتيني. خير يا علي، طمن الست رؤية ولادها بخير وعلى قيد الحياة. صحيح يا ستنا، يا ما انت كريم يا رب. جميلك ده على راسنا من فوق، احنا مديونين لك بالكتير. جميل ايه بس يا علي، والله كان بودي اروح لها بنفسي وافرحها، بس خبر اعدام السيد كريم يحزنني وحزن اهل المحروسة. الكلام هربان مني يا ست نفيسة، نصرة وكرب في نفس الوقت. ما اشتدت إلا ما فركت. تفتكر يا ستنا هتقوم لنا قومة تاني؟ تفتكر نقدر نقف قدام فرنساوية؟ سؤالك يحمل يأس لا يناسب سنك يا علي. نسيت شجاعة الرجال وشجاعتك أنت والشباب في بر بولا؟ معذورين يا ست، الكترة والأنابر كسرت نفسنا. الدنيا ما بترساش على حال، وأول الغيث كترة. ما تأخذنيش يا ست نفيسة، ساعة ما وقيت على وش الدنيا الحال هو الحال، الأبدان عليلة ومخوخة والهم والكرب ملازمنا، ومفيش حد في بر المحروسة كلها همه عليها زيك، ويمكن كم واحد يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة. محدش هيحمي المحروسة غير أدمية ناسها. عن إذنك يا ستنا روح أبلغهم. اتفضل. أنا خايفة يما. يا أختي هتخافي من إيه؟ لما ده اتعرس طبول، ده احنا استوينا على الجنبين، هياخدوا منين أيه أكتر من اللي خدوه؟ ياخدوا أرواحنا يما زي ما عملوا مع السيد كريم. استغفري ربك يا بت، ما ياخدش الروح إلا اللي خلقها وفي ميعاد مكتوب. كان واحده يا خاله ساعه الطلال راح لبريها، حدش من اهل بيته كان جاره. والله ما عارفه يا بنتي، ربنا يصبر اهله عن النصيبه اللي هم فيها. اللي جايبك بدري يا ست نفيسه؟ قدرت على عيال رجال يا الف نهار ابيض. دي ايه يما؟ ولاد رؤيه بخير؟ ولادك بخير يا رؤي؟ عيالي عيالنا يا خاله. عرفت منين يا علي؟ الست نفيسة قالت لي يا زينب. حد وصل لهم؟ مين شافهم بعينه؟ رستيني يا علي، إلهي راضيك ويكرمك. الست نفيسة بعتت مرسال لمراد بيك وبلغها إن ولادك حيين. أصلاً أنا وعلي كنا رحنا لها من غير ما نعلم حد، قلنا يعني لا قدر الله لو في خبر عفش ما نقولكيش ونفتح جرحك تاني. رسول الست نفيسة شافهم بعينه؟ معرفش يا رأي، كل اللي قالته لي إن الرسول رجع لها بمكتوب وطمنها. طب كم من جميلك وخدني ليها فهمني. ما ينفعش يا رأي دلوقتي. مش هتجل عليها، هو كام استفسار وهنرجع على طول. الست نفيسة قالت لي بذاتها انها كان نفسها تيجي تطمنك بنفسها، لولا ان قلبها مشغول باللي بيحصل في الرماله. ما تاخذونيش، حطوا نفسكم مطرح. والله يا بنتي حاسين بيك، كلها كده كام يوم والحال يهدى واخدك ونروح لها، واعرفي كل اللي انت عايزاه. وكتاب الله ولادك بخير، ولولا اعدام السيد كريم كنت خدتك دلوقتي للست نفيسة. لو صدق الكلام يبقى كتب لي عمر جديد واتولدت من تاني على يدك، ساعتها صدري ارتاح يا علي وطلع النفس بخاطري.
السلام ورحمة الله وبركاته. قابل صاحبك. خير خير، ماله البنا؟ مالك يا بنا؟ أبدا الحمد لله. وش علي؟ بس بقيت عادي الحمد لله. ضح ضح. السيد محروس الله يكرمه ما رضيش يسيبني. وش عليك لوحدك كده؟ والله احنا كنا ماشيين في امان الله، واذا بالمنادي يدخل علينا العطفة ورافع راس السيد كرير. هو شافها من هنا وقلبه ما استحملش، طب من طوله خدته وجبته لك. كتر خيرك يا محروس، كتر خيرك. طيب الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ربنا يديم المعروف يا رب دايما. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اشرب يا بنا اشرب. اجيب لك حاجه تاكلها؟ جعان؟ مؤمن نفسي بس ياكل ولا يشرب يا عم علي. اقعد بس اقعد، عايزك في كلمتين قبل ما الحاج الحداد يجي. خير ابو خشب؟ ابو خشب بعت لي يزيد الخدام بتاعه امبارح، عايز نطلع معاه في شغلانه في بحر الروضه. بصراحه كده فيها كام ريال حلوين، وعاد ساعات الدوام 8، وفي راحه كمان للغدا. 8 ساعات اول عن اخر؟ اه، وراحه كمان. وانت قلت له ايه؟ قلت له يسيبني اشاور نفسي، وجيت لك وانا في السكه شفت راس السيد كريم، اتخنقت وقلبي اتقبض وبقيت في حيره. المشكلة إن الشغل شح اليومين دول. هو ما قالكش هيعملوا إيه في الروضة؟ مش عارف، بيقولوا هيعملوا متاريس وهيرصوا في طرق وعايزين عمالة، يعني الشغل كمان هيزيد. بس أنا خايف أطلع مع أبو خشبة، الخلق تخوني وتقول عليا بشتغل مع الكفر. قلت إيه يا عم علي؟ اطلع يا بنا، اطلع اشتغل. هم الفرنساوية يعني بيشتروا أكلهم وشربهم من مين؟ من المحل. والمحل دي اصحابها مش تجار، مصريين. اطلع اطلع، ليه البطاله نكسب. يعني انت شايف كده؟ انت ليك شوف تاني. انا رايي اروح للشيخ البراوي نستشيره، ايه رايك؟ هو البراوي هيقول لك ايه؟ المهم النيه، والنيه لقمه عيش وشغل بالحلال، واذا كان في علام في الصنعه يبقى خير وبركه. ما على يدك، لما كان في مغازاه طلعنا، ولو كان في الاستطاعه كنا غرقناهم زي الاسطول. اطلع يا بنا اطلع. اللي عملوه الفرنساويه في راجل كبار زي السيد كريب، كلهم ما استعنوش الشيوخ وما قبلوش شفاعتهم، ولعبه استغمايه اللي بيلعبها مراد بيك ملوش غير قول واحد، انهم مش ناويين يمشوا عن قريب، وانهم عايزين يمسكوا المحروسه بالحديد والنار. صدرك يا رب، صدرك. اعمل لك قهوه. اه اعمل لنا قهوه والنار عليك. Docteur Dejeuny? Non, ça ira. Je vous remercie, Marcel. Combien allez-vous tirer d'exemplaires? 1000 copies. C'est suffisant? Oui, ça sera suffisant. Et qu'en est-il du nouveau numéro de la revue? Je viens de terminer les articles. Il ne me reste plus que la relecture. Bien. Continuez. خاتمة موجعة لهذا الشريف قريم. لا تعفي نفسك يا مراد من مصير هذا الرجل، لقد استغاث بك وأنت استهنت به. حزنت كما لم أحزن من قبل، وما يؤلمني تهاوني عندما استجار بي لنجدة الثغر. منذ متى أيها الأمير والدموع تعرف طريقها إلى عينيك؟ هل هاجمك الخوف؟ ارتحتي كده يا رقية؟ ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. سامحيني يا ست نفيسة، لساني اتعقد مستصعب الجول، خايفة الكلام يطلع ماسخ وما يليقش بكرمك ومجلسك. مجلسي اتشرف بيك يا رقية، كفاية قوتك وشجاعتك وصبرك على الشدة. والحمد لله يا ستنا، الشدة لا سودت قلبها ولا قسته، لسه أبيض زي الفل.
رؤية، أنا عارفة إن العيش في بيت خديجة ما يحتاجش الأم، بس اعتبريني أمك التانية. ربي يخليك يا ستنا، ده أنت على راسي من فوق. هو في حد في البر كله في حنيتك؟ الله يحفظك. أنا إن شاء الله كل ما ربنا يقدرني هطمنك على محمود وعلى إبراهيم. مطمنة. بعد إذنك يا خديجة، لو احتاجت أي شيء أنا بيتي مفتوح لها. كتر خيرك يا ست نفيسة، كفاية اللي عملتيه علشاني. والحمد لله خالتي وعمي الحج الحداد شايليني على كفوف الراحة. ده انتي بنتنا. نستأذن يا ستنا. أنستوني ونورتوني. تعيشي. مالك يا رؤية؟ عايزة تقولي حاجة؟ هي المغازاة دي هتطول؟ ادعي لمراد بيك بالنصرة. ربنا يثبت قدامه وينصره بحق جاه النبي حبيبك المصطفى يا رب. فتناكي بعافية يا ستنا. الله يعافيك يا خديجة. نورتوني. تعيشي يا ست. يا أهلا وسهلا. Tous sera ensemble, très bien. Vous faites du bon travail. Très bien, merci. Ah, bonjour François. Comment allez-vous? Vous pensez qu'on aura fini à temps? Super. Bonne journée. Ça va le faire. Ça va le faire. صباح الخير. بونجور. صباح الخير البنا. بونجور يا جنرال. ازيك؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. نحمده. مع السلامة. مع السلامة يا جنرال. مع السلامة. الهدوء. الهدوء يا جماعة الهدوء. لابد وان هناك ضائقه اخرت وصول المستحقات. ورواتب المؤذنين تاخرت ايضا يا شيخ. فليسمح لي الشيخ الجوزقي، ليس امامنا سوى الذهاب لنقيب الاشراف، فهو المسؤول عن اموال الاوقاف، لنضع حدا لاهمالهم، فالناس يجب ان تحصل على حقوقها. الخيره فيما اقترته الجماعه، فلنذهب الى منزل السيد البكر. هيا بنا. الله، دي حلوة قوي يا رأي. ما تعلميني عملتيها ازاي؟ دي حاجة سهلة قوي. نخلص جلابيه خالتي ونجربه في حته قماش ملهاش عز. على فكره امي هتفرح قوي. اوعي تكوني قلتي لها زينب. اخس عليكي. كان نفسي اجيب لها الغالي بعد اللي عملوه علشاني هي وعلي. مش بالغالي يا اخت الغالي، اللي جوه القلوب يا رايه. صدقتي يا اختي. يا ساتر يا رب. ونشوف في ايه. يا اهل مصر المحروسه، يسلمها في بيت قائد مقام ببركة الفيل وياخد ثمنها، وإن لم يذهب بنفسه دفع 300 ريال وأخذت منه قهرا، وإن ذهب بنفسه أخذ في ثمنها 50 ريال. ويعبركم بإشعال القناديل والسهاري بالحواليت والأصوات، ويأمركم أيضا بإشعال قنديل على كل باب دار وعلى كل ثلاث محجلات بقنديل، ويأمركم أيضا برش الطرقات ونظافاتها. احنا هنجيب 300 ريال منين؟ ما خلوا حالتنا حاجة؟ الاهي البغال تدس متقدم المقابر. حسبي الله ونعم الوكيل. عقبال
ما ربنا نضفنا منكم يا بقعدة. يا اختي وماله نضفها من الايمان؟ الخبر نرمي العفوشات فين؟ هو في مكان؟ وهنجيب منين بس الاناديل والزيت يا ام حسن؟ مش كفايه ان هم شالوا الابواب وعرونا، هيعملوا فينا ايه تاني؟ صدقتي المعيشه بقت غاليه نار نار، ارحمنا برحمتك يا رب. يا رب يا رب استرها علينا يا رب. هذا السلاح أبعد، هم أصحاب حقوق وهذا لا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين حقوقنا يا شيخ بكري. اطمئنوا اطمئنوا يا ناس، إن شاء الله تعالى سوف تحصلون على رواتبكم كالمعتاد. أنت يا شيخنا في الغد إن شاء الله يا شيخ جوسقي. وفين جرايتنا يا شيخنا؟ وسوف تحصلون على جراياتكم أيضاً كالمعتاد. زهقنا من المراوغة يا شيخ بكري. أنا لا أراوغ يا شيخ براوي، فاطمئن. وعهد علي أمامكم وأمام الله أنني سوف أوفي بحقوقكم جميعاً في الغد إن شاء الله. إذن نرحل الآن وغداً لناظره قريب. لا لا يا شيخ جوسقي، فلنبقى هنا حتى الغد. بيت الشيخ البكري ليس بالبعيد يا شيخ براوي، وإن لم يفي بوعده جينا غدا. هذا رأي صائب يا شيخ جوسقي، فتح الله عليك، في رعاية الله وأمنه. تصحبكم السلامة. كل إلى سبيل حاله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله، مع السلامة. مع السلامة. C'est un honneur de vous recevoir, commandant. Vous et vos invités. Tout l'honneur est pour moi, madame. Veuillez accepter ce modeste cadeau, madame Nefissa. C'est le livre de Dejnet sur la peste en Égypte. Merci. C'est généreux de votre part. Nous en avons déjà imprimé 1000 copies. 1000 copies? C'est un grand travail. El Mahroussa vous en remercie, cher commandant en chef. Le mérite revient à l'esprit de nos scientifiques. Le mérite revient également à monsieur Marcel. Je vous remercie, chère madame. Monsieur Marcel, je tiens à vous rendre visite. Je n'ai jamais vu une imprimerie qui puisse autant servir l'humanité. 1000 copies. Si seulement tous les Égyptiens étaient aussi passionnés et curieux que vous, madame Nefissa. Monsieur Marcel, ce sont des Égyptiens qui ont posé la première pierre dans l'histoire des civilisations. Je vous remercie, Marie. Veuillez m'excuser, madame Nefissa. Je ne voulais pas offenser les Égyptiens. C'est vrai qu'elle a dit madame Marie, mais les Égyptiens sont très au retard. S'il vous plaît, le dîner est pris. S'il vous plaît. أول مرة أشوفك مبسوطة من ساعة ما رجلك حطت المحروسة يا رؤية. البركة فيكم يا علي. كسفتها يا علي. أنا شبعت يا خالتي. لا. حكى لي يا زينة. ما عرفاش اقول لك ايه يا خالتي، اقبليها مني شكرا على كل حاجه. كان نفسي اجيب لك توب جديد. الله، حلو قوي يا رقي، تسلم ايدك. بص يا حاج، حلو قوي، جميله يا ام. اسم الله على منديلك يا عم. الله، حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. بتعرفي تكتبي اهو؟ بص علي. الله، جميل يا ام. كتبت لك اسم اخوي عليه. الله، تسلمي لي يا رأي. ربنا يرجعه لك بالسلام.
على الله تعجب. ليه أنا؟ اسلمي لي يا رؤي. فردني كده يا علي. بسم الله ما شاء الله. حلوة قوي، تسلم ايدك. بص السمك اللي عليها، السمك رزق، جاي لك خير ان شاء الله. Elle a été cousue. Quel acte horrible. Dunois est revenu sans raconter l'histoire de cette malheureuse femme. C'est l'un des fruits de cette rencontre utile. Dans le général, on a parlé entre la civilisation de l'Orient et celle de l'Occident. C'est le fruit de la victoire, Madame Nafissa. Désolée de vous interrompre, mais est-ce que la victoire et la gloire valent ce prix? Tyranniser une jeune mère et tuer toute sa famille. Quelle chance a le général Désir d'être civilisé devant une mère dont l'instinct lui dit de protéger sa fille et de suicider avec ses deux enfants? Je pense que la réponse est dans ce palais, madame. Sans votre âme, il n'aurait pas tant de grâce et de beauté. Permettez-moi, à mon tour, de vous poser une question. Quelles sont les chances, selon vous, que les Mamelouks deviennent civilisés alors qu'ils ne savent qu'exploiter les hommes ou les massacrer? Est-ce qu'un seul de ces baies aurait prodigué les soins à cette jeune misérable comme l'a fait Monsieur Denon? Ces Mamelouks font tant de mal à ce pays. N'est-il pas temps de se rendre compte du mal que tous ces hommes font à ce pays? Ils sont en train de corrompre et de massacrer l'une des plus grandes et des plus anciennes civilisations de ce monde. تعيشي يا ورد. تصدقي بقيت بنت دي روحها فيكي، طول الليل تقول لي نروح لرقية نروح لرقية. هما العيال كده يولفوا على اللي يحبهم. ربنا العالم انا كمان روحي فيها، وفي سليم كمان بيفكرني بالعيال. السلام عليكم يا ست، انا جاي مع الحكيمه الفرنساويه بامر من ساري عسكر. احنا جايين عشان نعلمكم ونرشدكم ازاي تنشروا الملابس والهدوم والفرش فوق الاسطح. المرض خطير جدا، المرض بدأ ينتشر وداخل علينا. الشر بره وبعيد يا اخوي. ودي مين دي كمان يا اخويا اللي جايه تعلمنا؟ باردون مي il est défendu de faire rentrer des hommes étrangers chez nous à la maison. Vous parlez français. Je suis très content que vous parlez français. J'aimerais bien que vous leur expliquiez que ces procédures ici c'est très important pour la santé. Sinon la passe va dégager dans tout l'événement et malheureusement, celui qui ne les ferait pas payera une amende. بتقول ايه دي؟ بتقول اللي مش هيسمع الكلام هيدفع غرامة. انت ايه رأيك في الكلام ده يا ام؟ استغفر الله العظيم. تدخل لوحدها من غير الجدع ده؟ فو سلمان با لو مسيو. فوتي. خليك هنا. زينب اطلعي معاها لفوق، خلي عينك عليها لتاخد حاجة. حاضر يا ام. حسن الفرنساويه بيردموا تراب لسباكيه، احنا كلنا رايحين على هناك، يلا يا اختي بسرعه. تراب دي حرمه ابوات الكفر، اجهزوا يا بنات عشان نطلع مع النسوان. ما ايمن خليكي مع العيال هنا. اطلعوا على السباكيه. يا حسن في ايه؟ شوف الفرنساويه روح. علي علي يا حسن.
حسن. الفرنساويه بيهدوا ضرب الازبكيه اللي فيها جدودنا الكفره اللي ما رحوش بالنا ولا دي الدنيا معلومه بره. يا محمد خلي بالك من المحل. شيلوا ايدكم على الابواب يا كفره. وكسروا الشواهد. اطلع لنا يا ساري عسكر. كلمنا يا نابليون. انزل لنا يا بونابارتا. عاوزين نتكلم معاك. ايها السيدات، ساري عسكر نابليون ما عندوش اي علم بالهجم اللي حصل. يعني العساكر عملوا كده من نفسهم؟ نبشوا القبور وكسروا الشواهد من نفسهم؟ Je suis venu vous assurer que personne ne causera plus de dommages à vos cimetières. أنا جيت لي أقدم لكم وأؤكد لكم إن لن يقرب حد للمدافن بتاعتكم تاني. Au nom de la France, وباسم فرنسا, je vous présente mes excuses pour les dommages qui ont été causés. أقدم لكم اعتذاراتي لكل اللي حصل ليكم. Mais à l'avenir, vous devrez enterrer vos morts loin des habitations. لكن فيما بعد يجب أن تدفنوا أمواتكم بعيد عن المساكن. Car nous courons un fort risque d'épidémie. لأن ذلك يأتي لنا بالوباء. أنا بتكلم عن اللي ماتوا يا بونابارتا. مش اللي لسه هيموتوا. Pas ceux qui vont mourir. Je vous promets que nous reconstruirons tout ce qui a été détruit. أنا أعدكم إن إحنا هنعيد بناء كل ما هو اتهدم. بونجورني ميشيل. نهاركو سعيد. يا أهل المحروسة، هنرجع تاني على المدافن لغاية ما نتأكد من صدق قولهم. يلا بينا. يلا بينا. على المقابر. يلا. رقية. رقية. ازيك يا رقي؟ مين ده يا رقي؟ ده اللي نجش تصوير ابوها. طب يلا عشان نلحق امي. يلا رؤية. عايز مني كده؟ انت مين؟ وعايز منها ايه؟ انت اخوها؟ وانت مالك انت اخوها ولا مش اخوها؟ سيبه يا علي، ده اللي دفن ابوي بيده.